¿Qué tal estás? Espero que estés bien. اليوم نشوفوا جمل باش تفيدك اكيد في حياتك اليوميه، خاطر اكيد انت تقولهم. قلت له قال له، بديت باش نفسر لك بالصبوره وكيك يكون الشرح رائع. قبل ما نبداو تاس ما تنساش تشترك في القناه. يلا نبداو نشرح لكم حاجه مع فعل دثير. دي اذا نحب نتحدث عن الاشخاص، مثلا قلت له او قلت لها او قلت لهم اشخاص، دائما نستعمل لي مع الهو ومع الهي، ما فهميش لا لو لا لا، ومع الهن الهم وهن في الجمع ليس، فقط لي مع دثير دائما نستعمل لي. فأعطيكم جمله مثلا، انا اقول هي في البريسنتي ديغو. اذا رفعت سي جو كيرو دثير قلت اقول له، له هي لي ديغو. اي سي كيرو دثير اقول لها ايضا لي ديغو. اذا اردت ان اقول اقول لهم مثلا، دائما اقول لهم siempre les digo. vale، هذه في البريسنتي. نمر الفعل decir في الماضي. decir مثلا تولي he dicho، تعني قلت. he dicho تعني قلت. إذا بعرف، إذا نحب نقول قلت له le he dicho، قلت لها le he dicho también. مثال قلت له أنني مريضة. إذا نقول شيء يعني قلت شيء دائما نضيفه الكي، هذيك اللي باش تربط بين الجملتين. حتى بالعربية نقولوا أن الكي هي هوني تعطي يعني معنى أن. قلت له أنني مريضة، الجملة تصبح le he dicho أنني مريضة que estoy enferma. le he dicho que estoy enferma. إذا أردت أن أقول قلت لها أنني مريضة، هل أقول la he dicho que estoy enferma؟ لا، أكيد خطأ. أيضا لا، يعني شوف يعني ما تبدلوا حتى شيء. أسهل حاجة، ضمير واحد على الناس الكل سواء مذكر أو مؤنث. خلينا نشوف بعض الأمثلة. قلت لها أنني تعبة. قلت لها أنني تعبة. قلت أنا قلت هي a ditcho من فعل decir، هذا فعل قال يقول decir في الماضي ditcho. أنا a ditcho تصريف. إذا نحب نخليكم لوتر في الرابط أول تعليق دروس تصريف أفعال في الماضي. أنا قلت ديتشو، قلت له، له تعود على أبيه أو ابنه مثلا، هي قلنا قلت لها، في نفس الشيء في الأخير لها. إذا هوني مؤنث أو مذكر عادي، في الأخير فما ضمير واحد للاثنين مع فعل دثير، تولي قلت لها لي. شفتوا ونحطوه الضمير قبل الفعل، ما تجيش ديتشو لي، يعني منطقيا أكيد مانيش نحطه بعد الفعل. لي اي ديتشو بعدين انني تعبة. استوي انني تعبة، كيف اقول انا تعبة؟ استوي كانسادا. شفتوا لي اي ديتشو استوي كانسادا، تحس انه الجملة ناقصة اكيد، لانه ما قلناش هوني ان اللي هي الكي، قلنا ديما بعد دثير فما الكي. le he dicho que estoy cansada. le he dicho que estoy cansada. قال له أنه لا يريد الخروج، يعني قال له لا يريد الخروج. قال هوني قلت أنا، هو قال فعل دثير. شفتوا امشي بالفترة بالواحدة بالواحدة، هوني واحد الفعل بالعربية هو يجي في الرتبة الأولى، في الضمير والضمير يجي الرتبة الثانية. في الإسبانية بالعكس، باش نبداو بالرتبة الثانية. له هي
لي وبعد نمشيو للفعل. قال هو قال في الماضي a dicho. لي a dicho أنه قلنا أن هي في إسبانية كي لا dicho كي لا يريد الخروج. كي لا يريد هي no quiere. أنا لا أريد no quiero وهو no quiere. الخروج الفعل الثاني لا يصرف. إذا فعل خروج هو salir. لا dicho que no quiere salir. ماذا قالوا له؟ ماذا يا أعطيكم بعض هكا الثواني حاولوا ترجموا هذه الجملة لحالكم. ماذا قالوا له؟ أعطيكم صوت الوقت. ماذا هي كي؟ قلنا نبدأ بالضمير مش الفعل. له قلنا هي لي. هوني قالوا مع من؟ من من قالوا؟ هم. هم يعني فعل دثير في الماضي مع الهم. تكون حافظ درسك تعرف تعملها. كلان أنا ديتشو. كلان ديتشو. كلان ديتشو. ماذا قالوا لها؟ هذه باش تعملوها لحالكم وتحطوا لي الإجابة في التعليقات. إذا عجبك الدرس عمل لي لايك وما تنساش تشترك في القناة باش نكملوا المرة الجاية بضمير آخر وفعل آخر. باي.